أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. نكسر المألوف في حلقة مواجهة حيث نبثها اليوم مباشرة ودون تسجيل، رغم ولذلك لطبيعة رمضان وليس تغير في شكل البرنامج، سيبقى البرنامج بعد رمضان الزيارة في المنزل وأكثر من تصوير، ولكن طبيعة رمضان وعصبية الكادر وعصبية الناس أيضا تجعلنا نبثها مباشرة اليوم على هدير أول انتصار شارعي، ربما ثلاث تجارب في الوطن العربي يمكن قراءتها، حيث كان الشارع غاضبا سائرا نحو طموح، ولكن في مرحلة محمد حسني مبارك بقي يتلكأ ويتأخر في القرار إلى أن وصلت مصر إلى وصلت إليه. في العقيد القذافي عاند الشارع وخسرت الدولة وباتت ليبيا دولة فاشلة. الراحل الحسين رحمه الله في 1989 غضب الشارع فاستجاب له. الاستجابة الهاشمية للشارع الأردني تاريخ يمكن أن يدرس في علم السياسة. اليوم الدوار الرابع أعاد الاعتبار إلى الشارع الأردني، انتصر الملك للمواطن وانتصر المواطن للدولة. حكومة الدكتور عمر الرزاز، رحيل حكومة الدكتور هاني المرقي، كل هذا نضعه أمام شيخ سياسي عريق. ربما غافل كلية الطب حين ذهب لدراسة طب العيون، لكنه بقي عينا وطنية ترقب وتلاحظ وتحلل. معالي الدكتور ممدوح العبادي، أهلا وسهلا بك في مواجهة. ويعني اليوم نكسر المألوف أنك مباشر، فبالتالي اللي حاب يسأل على موقعنا على الفيسبوك أهلا وسهلا دكتور. يعني شفنا التلكؤ العربي الرسمي، شفنا في 89 استجابة من الملك حسين الله يرحمه، واليوم استجابة من الملك عبد الله. كيف تقرأ هذه الظاهرة الأردنية الخالصة اليوم؟ يعني أولا أنت بتقول مباشر، أنا بعتقد أنه جزء منها تآمر علي وتوريطة إلي. يمكن ذلك، توريطة إلي يعني ممكن يكون ذلك، ما يظل فيها تقهر وتغير وتقصقص. يا عمي هون قيمها وما تقيمها، بعد المرة الماضية ما قصقصنا وإنت يعني هجمنا. ورطني، كنت وزير يا عامل لما أكل حال. يا سيدي أنت يعني مداخلتك الحقيقة أنها ممتازة، هي الناس بتقوم، الناس بتزعل، صحيح. الناس بتتضايق، الناس في أغلاط من الحكومات، كل الحكومات. يعني ما إنه تقول والله أنا الحكومة الفلانية ما بتغلط والحكومة، لا، كل الحكومات العالم الإسلامي والعربي والديني والكذا، بطلع مظاهرات أول امبارح مظاهرات بفرنسا الدنيا. أيوة، هل التعامل مع هذه المظاهرات؟ سويت المقاربة اللي حلوة، إنه واحد مجنون زي القذافي راح فيها وخرب البلد. المقاربة الثانية مصر، القيادات التي نزلت اللي زي ما صارت بعمان فيسبوك، لكن نزلوا الإخوان المسلمين وخطفوا في مصر، خطفوا هذا الشارع وساووا انتخابات ونجحوا في الانتخابات. الهاشميين طريقتهم مختلفة تماما. يعني أنت بتشوف كيف بتصرف الملك حسين في 89، بلد ما كانش فيها انتخابات، ما كانش فيها برلمان، ما كان منوع الأحزاب، ممنوع كذا. بخلال سنة أنا جيت وزير بعد نتيجة لولا 89. 90 أنت كنت وزير. طبعا نعم. لولا 89 ما صارش الانتخابات، لو 89 ما أجيش أنا وزير، إحنا بقينا الطبقة مهمشة. لكن الانتخابات النيابية والحزبية وكذا أخرجت كثير من الشخوص اللي كانت مهمشة بعيدة، يعني الإليت القواعد اللي موجودة نبارب عمان التقليدية اللي كانت التقليديين هم اللي بصيروا. الآن في هذه المرحلة الذي حدث شيء جديد، الأغلبية الصامتة من 70 ما دخلت بالمعترك السياسي بالشارع إلا في المعترك الأخير، وكان الالتقاط ذكيا، مش التقاط سياسي ولا تطياضر الدولة، التقاط لقمة العيش. نعم، هلا بالقرآن يا أخ عمر بقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني حط الأكل قبل. فالاقتصاد أهم شيء، لا تصدق كل الثورات في الدنيا نتيجة الاقتصاد. مش ممكن يكون أيضا التهميش معالي أبو صالح، هذا جزء صغير 30% بس 70% لقمة الخبز. يعني زي ما التهميش أنتج 89، التهميش أنتج 2018. لا، ليس بالشكل المباشر. نعم، رفعوا الكاز وقتها نفس الشيء، أضربوا الشفارية بمعان وهكذا، وجرت الحلقة والكرة وكان التعامل في أولها ليس ذكيا، لما تورطت أكثر لما رجع الملك حسين الله يرحمه من برا وبعدين أدار القضية وكذا.
كان عنده لقط انه يا عمي تعالوا خلينا نتفاهم احنا والناس، زي الحكي اللي اليوم رئيس الوزراء بقول التشاركيه. شو التشاركيه اللي سواها المركزين؟ لغى الاحزاب، حل اعطى صلاحيه لغى الاحكام العرفيه، سوى انتخابات نيابيه، سوى 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 سوى، هي التشاركيه. نعم. لذلك انا بعتقد انه الذي جرى ب 30 الشهر الماضي 30/5 الذي جرى قبله ليس كاللي بعده. الحقيقة أنا كنت سعيد، تاريخ قبل والتاريخ بعد من 30/5 أنا كنت سعيد مع الشباب اللي نازلين بشكل عفوي. أنا سعيد أنه ذكروني بشبابي لما سوينا مسيرة العودة مثلا في في الأغوار، وذكر 100,000 مواطن نزل. سعيد أنه ساووا دق جرس أنه يا عمي الدنيا ما بتظلها زي ما هي قمرة وربيع يا أخوان. في ناس بيعرفوا وساكتين. إحنا كشعب أردني سعيدين انه احنا هالربيع العربي مر لنا بسلام، ما ورطنا. نعم. لكن ما بدنا نظن نغني بهاي الشغله بحيث انه كمان كثير من الضيم بصير اقتصاديا وغير اقتصاديا وضلنا ساكتين. لكن ما بدنا نتفجر، بدنا نعبر على البدري وعلى السكيت وبادب. طيب. وباحترام، بحيث انه صاحب القرار يلتقط والتقطها باللي على سيره الصمت. الم تجلس نائبا او الرجل الثاني في حكومه ارتكبت كل هذه الكوارث، لماذا بقيت صامتا؟ لا، لم تكن هذه الحكومة سبب كل الكوارث. الحكومة الأخيرة، هلا بدناش نساوي شعبوية، لكن الدين في الأربع سنوات التي قبل الحكومة، هذا وراء كل مواطن يروح يراجع. نعم. كان يزداد الدين 4% من المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، 20% من 76 إلى 95. حكومة هان الملقي بالسنة 2017 لم يزد الدين العام ولا 0.5%، ولكن مش 4%. إدارة الأزمات مختلفة. نعم. اثنين، العجز. العجز انخفض أول مرة منذ 10 سنوات ب 2017. لكن إذا عندك بضاعة أنت كويسة، هلا شركة مرسيدس مش كويسة؟ طبعا. ليش بتساوي دعاية وإعلانات وتدفع مليارات دعاية وإعلانات رغم أنه سيارتك كويسة؟ حتى العمل الكويس بده إعلام وبده إعلان وبده شرح للناس، مثل الناس لازم تعرف. إذا ما عرفت الناس هي إلها الظاهر ما إلها الباطن. لذلك أنا بقول أنه كان هناك تقصيرا في الحكومة السابقة بالإعلام والإعلان والتواصل الاجتماعي والمشاركة. أنا والله بشتغل، يعني بقول لابنك، بقول لك روح أنت، أبوك وابنك بقول لك، تقول لابنك روح مشوار المحل الفلاني، بقول لك ليش يابا؟ شو بالدنيا؟ إلك هدف معين اشرح له إياه، بروح وهو عارف أنه هذا. أما بروح بقول لك ما بدي أروح، أو بالطريق ما بروح. أنا بعتقد أن هناك في قصور، وقصور كثير، بأما التعامل مع صندوق النقد الدولي. الحكومة ستتعامل مع صندوق النقد الدولي في هذه الحكومة قبل غيرها. بس اليوم صندوق النقد الدولي يناقض كل ما قاله دولة عن الملقي مثلا. اليوم 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 اللي امبارح طلع تقريره بقول لك نتفهم الوضع الأمني الاجتماعي في الأردن، نرى أنه ضرورة تخفيض الضريبة لإنتاج حالي من الحراك الصناعي والتجاري، يطالب الدول بتقديم منح للأردن مش قروض، يعني يؤيد أو يبارك خطوة جلالة الملك الانفتاحية في سحب قانون ضريبة الدخل وطرحه للحوار الوطني. ليش سووا ما رضيش أول؟ هلا ما رضيش ولا ما حدا فاوضه؟ لانه شاف لا ولا الشارع الربيع الاردني ليس تفاوض، ولا الربيع الاردني حرك الجميع. صندوق النقد الدولي لم يتغير ابدا الا بعد ما راى الشارع. نعم. صار عندك مبرر انت كحكومه تقول يا صندوق الدولي شوف الشارع تاعي انا ما بقبل. اما قبلها، قبل الذي جرى بدوار رابع، ما كان متنازل صندوق النقد الدولي يحكي مع الحكومه. اذا في فضيله لشباب الرابع. طبعا فضيله الرابح. الرابح انا بسميه الرابح. الرابع على تعبيرك. الرابح. الرابع انا اخذت التعبير منك. الشباب الرابح على الرابع. هل انتجوا هذول الشباب حالة ضغط استثمرتها الدوله؟ مش بس على صندوق النقد الدولي، ايضا للمحيط العربي. المحيط العربي ايضا بدا يعيد حساباته. نعم. راح تنتقل عليه العدوى. المحيط العربي الذي باعنا، بلاش اقول شيء ثاني، باعنا، الان بده يفكر. شفنا اتصال من ولي العهد. أيوة. السعودي، ولي العهد الاماراتي، قطر، الكويت. هذا ما كان الا من الشباب اللي طلعوا على الدول الرابع. نعم. لانه هم كاملين عارفين انه اللي بيشوفها بجاره وبيشوفها بداره. نعم. لذلك كل الفوائد هاي صارت نتيجه الدول الرابع. طيب اليوم ثمة عقل ما زال يفكر بطريقه مختلفه،
هل طرح أو أن يكون رئيس الوزراء المكلف شخصية بوزن عمر رزاز؟ طبيعة هذا مثيل لطيفة، قريب من الناس، قريبة. هل هي خطوة للأمام، هروب إلى الأمام من السلطة، أم فعلا العقل الدولي تغير وأصبحنا الآن بحاجة إلى نهج جديد؟ الحقيقة صعب أنك تحكم بهذه السرعة. يعني عمر رزاز شاب محترم، أديب كذا، وزير هاي الشغلة، لكن هل تغير؟ أنجك الله بالير قلت الأتراك. صعب أنك تحكم من اليوم. أول خطوة، أول خطوة بتقدر تحكم عليها، أول خطوة ليست هي، هو الطاقم الوزاري. نعم، الطاقم الوزاري، لأنه بتعرف الطاقم اللي بده يشتغل وان مان وان شو، بس هو يساوي كل شيء كرئيس وزراء ترى ما بنجح. طب بفشل. صحيح، ما بفشل. إذا أنت رئيس الحكومة هذا يجب أن يشكل مع الطاقم عمل جيد. هلا نوعية الطاقم تعطينا يعني التقييم الأولي لرئيس الحكومة والمستقبل. إذا كان هذا الطاقم مختلف عن التشاركية، مختلف عن كل هذه الأمور، هذا بجلو فيه علامة سلبية وجوز ما تمشي الأمور. إذا كان هذا الطاقم له علاقة مع الجماهير ومع الناس وينزل على الشارع ويحكي مع الناس، أنا كنت أقول يا عمي طب هذول بتظاهروا، طب يا عمي مسالمين، طب يروح رئيس وزير، وزير سياسة، وزير تنمية سياسية، رئيس وزراء، رئيس كذا، يروح ينزل يحكي مع الناس. لو كنت يعني في موقعك لنزلت. أنا بنزل طبعا، بنزل طبعا، بنزل كيف ما أنزل، ليش ما أنزل؟ يعني أنت بتعرف الناس إذا كان بقادين ماشيين على الفيسبوك، فما بالك بمواجهة تحكي معهم، وبعدين مسالمين أكثر من اللازم، حافظين عليك أكثر من اللازم، اشرح لهم، احكي معهم، اخطب فيهم. هذه التشاركية اللي صار يحكوا عنها الآن مع المواطنين، التشاركية مع مين؟ لذلك أنا بعتقد أنه إحنا نتمنى يعني إشارة الفريق الوزاري، نتمنى على الحكومة القادمة مش استعراض أنها تروح تزور مدرسة ولا تزور مستشفى وتطلع بالجريدة وتروح، لا مش هيك. في إشي قضايا أساسية بتقعد مع الناس، مع مؤسسات المجتمع المدني، بتقعد بتناقشهم، بتحكي منهم، والله بفيدوك، والله بيقدموا أدائك، والله بيخلوك أنت تتحسن بأدائك. والناس شو يعني؟ الناس مش عدوتك، الناس يعني أهلك، وبتقعد معاهم، بتروح على القرى، بتروح على المخيمات، بتروح على مؤسسات المجتمع المدني، بتقعد مع الناس. ما بصير أنت تقعد برجك العادي بس بتتصور لما بتروح تزور وترجع مشان والله أنا رحت فتح. هاي الزيارات اللي يعني الإكسسوارية شكلية. طيب. اليوم، اليوم أنا يعني لا، أنا سمعت من يعني من الرئيس المكلف يعني ملمح مبشر، الرجل يقول الفساد يعني الفريق القادم لن يكون فيه أحد عليه نقطة فساد، ولن يكون أحد قد خدش الوجدان الوطني، يعني لعب بالعبثية بالإقليمية بالمساخر هاي. هذا مؤشر جيد، ولكن أنا قلقي أن حجم التفاؤل هل يمكن أن يكون سيف سلبي على حكومة الرزاز؟ الناس متفائلة كثيرا والظرف صعب. يعني الحقيقة كمان هذا بده يشبت معنا مع الوقت، هل هو بيقدر، ما بيقدر يساوي 100% ولا يا عامة، ولا 90% ولا 80%. إذا بيقدر يساوي 30% ولا يا عامة، أنا بعتقد رح ينجح، بس 30% مش أكثر من هيك، وموافقين. بس إنما إذا كان يملى عليه كما يملى على هاني الملقي ما بنجح، وهاي إله جرس إنذار، لأنه جرب الإملاءات الخارجية على الحكومات. يعني مثلا سطوة الديوان، سطوة الأجهزة الأمنية، خلينا نحكي بوضوح، هذا برنامج مواجهة. يعني أنا بقول لك في وزير مسؤول بالوزارة اللي روحت، بقول أنا كل الناس سبوا علي، والله ما قريت القانون، القانون إجاني من فوق، هيك قانون ضريبة الدخل، إيش أكثر من هيك؟ إذن إحنا لازم نتعلم من درسنا. نعم، انت بتقول لي بتأمرني من فوق هذا القانون، بس انا لازم اناقش الناس، ممكن يطلع في غلط، اناقش احكي معاهم. اما يعني يلا بس ودي على ديوان التشريع بتطلع ما حد رد احد، ومثل ما هو مثل ما اجى بده يمشي ويروح على 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 مجلس النواب. طب ليش؟ وبعد ما وديته بدك تروح تناقش؟ ما خلص بطل بايدك تغير في حرف، لانه طب قديش دقة يعني صدقية هذه الاقوال؟ انا بسمعها كثير، ولكن بالنهاية عم نشوف سلوك من القصر، سلوك من الأجهزة الأمنية يعاكس. والله أنا كيف شايفه أنت؟ قول لي كيف. والله كيف يعني أنا مش قادر أصدق إنه كيف شفت، يعني ما تقولش صدق بس شفت. أنت بتقول شفت،
أنا ما بعتقد أنك شفت ولا أنا شفت. شفت سلوك، أنا بحكيش عن شفت قرار. شفت سلوك، يعني لما شفت الناس احتجت طلع الملك في كتاب التكليف السامي وقبلها بلقاء مع الإعلاميين حكى كلام يناقض اللي بيحكيه الوزير. فألا يمكن أن يكون عندنا لوبي يعني فاسد، لوبي مأجور، وبالتالي يلقي دائما زي زمان على اللي فوق على اللي فوق كالعادة؟ ممكن يعني هذا وارد، لكن أنت بتعرف وكل المزراء بيعرفوا نعم إنه يعني لما كان أحد المسؤولين في الديوان وإجى على الحكومة نعم كان يتصرف ويجي دائما على الرئاسة كانوا رئيس وزراء جاي من فوق. لا أنا قعد بالحكومة ثلاث أشهر خربت الدنيا. أنتوا بتستوى، أنا بقول الدكتور جعفر حسان كان يقول أن حكومة هاني الملقي يقودها الدكتور جعفر حسان من الديوان الملكي، وبعدين ظهرنا القصة قلنا له فوت خودها من جوا. ما هي هو اللي بقول جعفر حسان كان يقودها ولا مين كان يقول؟ اللي كان يقود جعفر إنه الحكي بأنه الديوان سيطر على حكومة هاني الملقي من خلال جعفر حسان. فقلنا له روح خلص ديرها من جوا، لو ايش يضلك من الديوان ومسجد. هاي الديوان قايل شو انا بقولش، بس انا هيك الناس تحكي. الناس تحكي، بس انا بعتقد بان هناك، وهي قصة الولاية العامة اللي حكيت الان. شو الولاية العامة؟ الولاية العامة انه الحكومة دستوريا هي المسؤولة. كويس. لا يجوز ان يخرج قرار الا بمرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء ووزير المختص. هذا الدستور اللي بقول نحن نطالب بتطبيق الدستور حقيقة. أما الدستور إذا يخترق يعني هذا خراب على الكل. يجب أن يكون الدستور فيه فعلا في إشي حقيقي. ولذلك أنا ما بعتقد هلا أنت ببين قديش جاب عمر الرزاز وزراء وقديش ما جابش مثلا. هذا والأصل بالدستور أن يجيبه فريقه ويتحمل يجيبهم 100% وينسبهم والملك يوافق على تنسيبه. هذا الدستور. هل عمر الرزاز راح يجيب 20 أو 15 أو 30 وزير؟ نرى. وانت بتقيم فلان مين جابه وفلان ما نجيبه، انت اللي زيك بيشتغل بالعمل السياسي. لا ما هو الاردنيين شاطرين في الكلمات المتقاطعه، بيعرفوا طبعا هذا هون هذا هون وهذا هون. ولكن هل الان الولايه العامه اليس الملك هو صاحب يعني هو السلطه التنفيذيه برئاسته، وبالتالي انا مفهوم الولايه العامه صار يصير ملتبس عند الناس. الملك هو رئيس السلطة التنفيذية ويمارس الأعمال بموجب وزرائه. إذا الولاية العامة إله مش إلك. لا من خلال وزرائه. من خلال وزرائه. ولذلك لا يمكن الملك يطلع إرادة ملكية إلا رئيس الوزراء اللي يوافق عليها. إذا رئيس الوزراء ما وافق على أي إشي وما وقعه الإرادة الملكية غير موجودة. مش بس الرئيس الوزراء، وزير. إذا تتذكر بالتاريخ طلعت إرادة ملكية بحال مجلس النواب. وراحوا النواب ما وقع عليها وزير الداخلية نعم. وراحت على المحكمة ولغت ورجع النواب. إذا يعني واضح الأمور شو الولاية العامة. الولاية العامة هيك. لذلك لأنه أصلا هو فلسفة الدستور أنه الملك ما عليه أي تبعة ولا مسؤولية، نتيجة أنه هو ما يقوم نفسه. يعني الآن الأعيان الإرادة الملكية بتطلع الرئيس الوزراء والوزير وبتطلع فوق على جريدنا وبيوقع عليها بتصير عيان. طيب اليوم لما تغير الإشي لو طلع عين 39 سنة مش 40 حسب الدستور، مين المسؤول؟ الملك. طب إذا ليش أنا ما يخلي رئيس الوزراء والوزير بيرفع عليه لو 39 بالحق على رئيس الوزراء؟ هو اللي يعني يلام ويكون عنده المسؤولية عليه. يعني هل تعتقد انه احنا بحاجه لتعديل دستوري الان بعد ما قلنا الاجهزه الامنيه والاعيان كل اراده ملكيه منفرده؟ طبعا. دكتور يعني ممدوح خلينا يعني وانت يعني صديقي وحبيبي ولكن اليوم بمواجهه بالناس نتخلى شوي. لا لماذا لا تقولون هذا الحديث وانتم وانا وزير على مقاعد المسؤوليه؟ إيه؟ يعني ليش هاي الحكمه سبحان الله بعد ما تروحوا من المنصب؟ لا انت اكثر واحد اخر واحد ممكن يحكي. انا بسأل انا مش بعرفكش. انت اخر واحد ممكن يحكي. انا طلعت معك في المواجهه ببيتي وبالتسجيل وطلع اشياء انا وانت لا يعني لامونا عليها انه شو هالحكي وزير بصير يحكي هالحكي، وحكينا اكثر من هيك. ولذلك انت ثاني يوم من المقابله طلعت عليها قلت ايه اللي ما حبسونا من عندك. فيا اخوي اقول لك والله انه ولكنه سلوك الحمد لله الحكمه بث الرجعي خارج المنطقه. لا انا مش من جماعه الحكمه بث الرجعي. والله انا اللي بحكي لك اياه بحكي بيني وبين مرتي بالدار، وبحكي مع الشارع وبحكي مع كل الناس.
ما عمري غيرت ولا بغير ولا محتاج حدا انه اخليني اغير، لانه انا بعتقد الحكي قناعتي قد يكون غلط، بس انا قناعتي اللي بحكي منه حب وطن ولا الي اي مصلحه شخصيه. وبدي احكي لك شغله بهذا، انه والله انا قلت قديش انا صادق وجريء وما تفرق معي، انا دخلت مشان التقاعد وحكوا علقوا علي، وانا ليش ما كنت اجاني سؤال قال اسالوا ايوه انا نزلت مشان التقاعد، مشان لما بكره اموت مرتي تعيش بكرامه، ما تسانتش حد من الشعب الاردني. انا اشتغلت امين عاصمه بقدر الم عشرات الملايين صحيح. ما اخذت ولا تعريفه. هذا اللي بقول مشان التقاعد طبعا، وانا جريء وانا صادق وانا ما اتفق معي بحكي الصحيح، لاني انا بحب انا مرتي بعد ما اموت تعيش بكرامه مشان التقاعد، مش هو اللي بده يعطي مصاري مرتي. مش انت كمية. يعني عدت الى المنصب من اجل التقاعد؟ لا مش من اجل التقاعد يعني بالمعنى الحرفي، ولكن انما هذا عامل مهم اني ارجع. نعم. ولا يعني انا مثلا بيجي واحد فرضا يعني قاعد هناك بمجلس الوزراء وانا بدير المجلس، يجي يصير علي رئيس وزراء ما بقبل، بروتوكوليا على الاقل معنويا. بس مرات تخليك انت تفكر بعقل بارد انه طيب بكره يا ممدوح صار فيك شيء، طب شو يعني؟ وين شو بيطلع لك؟ شو سويت من عمرك؟ انا انا يعني امين عمان وزير صحه سابق نائب لاكثر من دوره، تقاعدك والله ما عندي الا تقاعدي 1600 ليره 1700 ليره. يا زلمه انا لما كنت بطبيعياتي بالزرقاء اللي بتعرفها، انا بالشهر كنت اطلع 3000 دينار ب76 ارض دار اللي ساكن فيها فيلا الان ضيعه الرشيد مشتري الدلم 3000، كنت بشهر اطلعه من عيادتي. لكن انا خرب بيتي بعد ما صرت نقيب اطباء ووزير صحه ووزير وامين عاصمه، كله راتب. الراتب ان شاء الله 1000 تصرف 1100، ان شاء الله 10000 تصرف 11000، هيك الراتب صحيح. وانا قابل وانا سعيد وانا مخلص وانا بحب هذا، ما بدي مصاري. انا عندي الحمد لله كل شيء وكويس وما شاء الله عني. اليوم ابو صالح الان يعني هل مؤشر الفريق الوزاري سيكون ملمح؟ هل تتوقع انه الدوله استفادت من الدرس وان التدخل وكثره الطباخين قد أربكت المشهد؟ ما بعتقد أنه معقول في طباخين كثير، ما بعرف. لا يعني لما نقول الحكومة بدك الأجهزة شوي هذول الطباخين التقليديين ديوان شوي يعني بهلكوا للرئيس. مزبوط بهلكوا معهم حق هلكوا، مرات بقولوا هاي بقولوا هاي. إذا كان النوايا اللي فيه تدخلات أنه والله هذا الزلمة شاطر وكويس ومحترم، ما يدخلوا ويحكوا ويجوز يوافق ويجوز. أما إذا علاقات شخصية وعلاقات عائلية وعلاقات عشائرية وعلاقات فيها يعني بعتقد أنه متوفق. أنا بقول أنه رئيس الحكومة المكلف الفريق اللي بده يشتغل معه الأساسي يجب أن يكون على الأقل في كيمياء بيناتهم صح، وعلى الأقل أنه هذا مش جاي لأنه فلان موديه، مش رادع رئيس الوزراء بظهره فلان بظهره صادق بديش يشتغل يا حرام. أنت الآن في مرحلة بدك تنجح هذه الحكومة بالظرف الصعب، يجب أن تكون وحياتك أنه لا يحسد على هذا الموقع في هذا الموقف في هذا الشارع كيف إجا وكيف صار لا يحسد عليه. هذا احنا جربناه بال89 لما إجا زيادة بن شاكر رئيس ديوان ملكي وأمير وبن عم الملك ويا الله قدر يمشي بعد 89 والهبة 89، لأنه مش مزحة. الآن يعني ناس متفتحة متيقظة يعني في نشوة النصر، بالتالي أي شغلة غلطة صغيرة بيطلعوا بيساووا. بدك واحد فعلا يعني غير أنه التعامل مع الناس قراراته صائبة. ويمكن أهم إشي أنا برأيي أي عمل بدك تعطيه في وظائف النزاهة هي الأساس، يعني شوية مش نافع ونزيه احسن من ملعون والدين واشطر منه ما فيه، لكن ايده ولا يعني ولا طويلة. شعبي واحترام نظافه اليد مدخل الى الزعامه الوطنيه الاردنيه أبدا. وكل اللي خلدهم الاردنيين بذاكرتهم هم يعني النزاهه كانت المعيار الرئيسي. اليه الحكومه التفاؤل بحكومه الدكتور عمر الرزاز، الهجمه على مجلس النواب بعد الفاصل، ابقوا معنا. نسكر
أسعد الله أوقاتك مجددا أعزائي المشاهدين في مواجهة مع الدكتور ممدوح العبادي. دكتور، يعني اليوم كثير بنسمع تنظير أو آراء يا أخي على الحكومة أن تفكر خارج الصندوق، لازم الحكومة تفكر برا المشهد التقليدي. اليوم الدكتور عمر الرزاز يحتاج إلى النصيحة، يحتاج إلى يعني الإضاءة له، وأنت يعني خبرة متنوعة. لو قلنا بدنا نفكر خارج الصندوق، وأنت هذيك اليوم قلت خسرنا 600 مليون دينار، كيف بدنا نفكر من جوا الصندوق أو من خارج الصندوق؟ يعني الناس بتحكي عن الضريبة، كل العالم عنده ضريبة. نعم. بس مش كل العالم ما عنده دخل الدول إلا الضريبة، وهي في فرق. ولا ضريبة، أنا كل العالم بيعتبر الضريبة ضريبة وطنية زي التجنيد الإجباري، ما حدا بيقدر يلعب بالضريبة. ولذلك في العالم الغربي اللي ما بيدفع ضريبة يعني أكبر العقوبة عليه. لكن إحنا وضعنا الأردني، إحنا وضعنا الأردني إنه كل إشي لازم تأخذه من جيب المواطن من ضريبة. لو مش قادرين نفتح آفاق أخرى ونفكر خارج الصندوق، بقول معك وحد. نعم. بس إحنا عنا إشي نفكر فيه خارج الصندوق ونجيبه ومش معاملين فيه. ولذلك أنا نظريتي إنه الأردن بلد زراعي ضعيف، ما فيش بحر، فيش مية، فيش نهر، فيش 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 في كذا. الأرض القابلة للزراعة 6% و10% وتبر اللي بحكوها وزارة الزراعة. الصناعة بنستورد إحنا كل الطاقة، صناعة بتكون ضعيفة، منافسة ضعيفة حتى مع الجيران. لكن إحنا عندنا الخدمات، والخدمات هي السياحة عمود الفقري. يجب أن تفكر هذه الحكومة. هل بتقول ليش ما كنتوا قلنا نصيح؟ ما حد رد علينا. نعم. أحكيها علني. السياحة هي الأساس. السياحة العلاجية اللي نأخذ مثلا، كان شارع الخالدي مليان ناس سياحة علاجية، كنا نطلع 1,500,000,000 دينار سنة 2015 مليار عندك بوزارة الصحة. إجت الحكومة في 1/1/2016 مثلا، ما يقول لي والله هذه الحكومة، الحكومة السابقة، طلعوا قرار إنه في 4 دول جنسيات مقيدة، مشان يفهم المواطن الجنسيات المقيدة، بده يتغلب المريء الواحد لما يجي لهون يأخذ فيزا. نعم. مش إنه زي ما المصري بفوت علينا. كانت اليمن والسودان وليبيا والعراق اللي هم أكثر زباين عندنا، هذول ما فيش غيرهم. هلا طلع تقرير وزارة الصحة، أنا بحكي قدام كل الناس، سنة 2017، التقرير عن 2016 اللي طلع فيه القرار، متراجعة السياحة العلاجية 600 مليون دينار. هاي هذه طلع، اسأل وزارة الصحة، اسأل وزارة الصحة بقول لك تراجعت 600 مليون جمعية المستشفيات الخاصة. إذن أنا ليش أساوي هاي الجنسيات المقيدة؟ نعم. هلا من ناحية أمنية خلينا نتناقش، ما في سوداني اكتشفوا مع داعش، ولا يمني ولا ليبي، كيف يعني؟ بالعكس السعودية أكثر فيها داعش، الأردن أكثر من هذه البلدان، تونس أكثر من هذه البلدان، ليش ما سويتوا إلا البلدان؟ وكأنك المهم السياحة العلاجية يجب أن تعود، الجنسيات المقيدة لازم تزال فورا ويتحركوا، لأن والله بيحكوا معانا الأطباء الأكتراك والأطباء اللبنانيين مبسوطين، شكرا لكم اللي منعتوا السياحة عليكم تيجي، لأنه صار يشتغل. اثنين، السياحة الترفيهية. يا رجل احنا بتقول لي امن وامان، شو استفدت انا؟ يجي السائح يشم الهواء عندي، مو السائح شو اللي بده اياه؟ هل السائح ان شاء الله انه هذا الزلمه بس لانه الاردن عيونها حلوه؟ لا، بده ينبسط، بده يسهر، بده يكيف، بده يروح، بده يجي، بده يفوت على اي شيء، نوادي، سهر، سهر وكل شيء، كل بصير عندك كازينو احسن واحسن. طبعا كل السياحه العلاجيه اللي الترفيهيه يجب ان تكون موجوده في هذا الوطن، مشان انه احنا ما نمد ايدنا نظلنا شحادين للناس. نعم. لا خليج ولا امريكا ولا كذا. هذه طيب السياحه الدينيه، عندنا السياحه الدينيه المسيحيه ماشيين فيها كويس، ما بتجيبش ناس كثير ماشي، بس انما السياحه الاسلاميه، يا اخي عندنا جعفر، كيف احنا من بلاش يا اخي؟ ايران ما بدنا نجيب منها ناس شيعة، طيب السعودية ما فيها شيعة، العراق ما فيها شيعة، لبنان ما فيها شيعة، كل الدنيا يجوا هذول، بدناش حتى الإيران، الباكستان، الهند، والباكستان والهند، يعني هي قضية سياسية. إذا أنا ليش ما أستفيد من هذول الناس وأجيب مصاري منهم وأعيش شعبي، وما أساوي لا أرفع ضريبة ولا أخذ من جيب المواطن ولا أشحد من هون ولا أشحد من هون؟ أنا بقول أيضا كمان يجب على الدولة الأردنية، الحكومة الأردنية الحالية،
أن تضغط النفقات أينما كانت في نفقات غلط. النفقات يستطيع أن في مبالغة في النفقات زي ما الناس بتحس. مبالغة في النفقات. فلذلك أنا بقول السياحة والنفقات هذولجم، ويجب على الحكومة أن تبدأ بشكل جاد وجاد جدا لفتح الحدود. لا يمكن أن نتقدم اقتصاديا وحدود العراقية والسورية مسكرة علينا. يا أخي بدك تشتري تستورد غرض بتجيبه من ألمانيا بيجي على تركيا بيجي على هذا الشام بيجي على عمان بسهولة. الآن بده يروح على قناة السويس ويدفع مصاري ويجي من العقب. يا زلمة العقبة أبعد من اللاذقية، أبعد من بيروت، من ميناء. بمعنى هلا أنت بتقول والله سياسيا في صعوبة، بقرب أولاد عمنا ما بيقبلوا، الغرب ما بيقبل كذا ما بيقبل، ماشي. بس أنا ظرفي الاقتصادي أرحمني، يعني أنا ظرفي الاقتصادي بده كل الإمكانيات اللي بشتغلها نعم. مع كل الناس. ولذلك يعني أنت والله إيش يعني لازم التموضع يتغير، لازم الانفتاح يتغير وتدور زواياك السياسية يعني كمان مصلحتك. يعني مرات طفرت معكيش مصاري، أولادك ببتشوا، بتمر قبال الدكنجي بتحكيش معها، ابتدت ما ابتدت بدك تتدين منه، بتقول صبحك بالخير أبو محمد على الأقل. يعني من ظرفك اللي خلاك تجبرك. يعني إحنا هلأ شايفنا من وسع ولا الناس بتطيع الشوارع؟ ليش بتطيع الشوارع؟ يعني من وسع مش من وسع، بدليل لما حست بإشي قعدت بدها. يعني أنا ذلك أنا بعتقد أن الحكومة عليها واجبات كثيرة، وأنا بتمنى على أنه هذه الحكومة أن تستطيع أنه تفكر خارج الصندوق وتكون بالجرأة اللازمة، والناس والله راح تحملها على أكتافها نعم. إذا استطاعت أن تخرج خارج الصندوق وتحسن الدخول السياحية ولا هذا. أبو صالح اليوم لما بنقول ضريبة يجب أن تتغير شكل، وأشار إلها الدكتور عمر رزاز، معنى ضريبة يعني مواطني، معنى ضريبة يعني خدمة، ضريبة يعني أن ينتقل المواطن إلى دافع ضرائب ومتلقي خدمة، مش مواطن وريعية، مواطن ومكرمة. هل هذا النمط مقبول في العقل السياسي الأردني؟ العشيرة الأردنية، التركيبة الأردنية قابلة مفهوم المواطن على حساب المكرمة؟ لا، يعني الضريبة هذه حق وهذه قانون وكل العالم. والضريبة شو بدك، كيف تاخذ الضريبة؟ أنا بحط عليك ضريبة وبقول لك خليك معك إيش معك، طبعا بدي أجي أجبي منك الجابي اللي بنم، يعني الجباية مش عيبة نعم. موظف اللي بيجي بأخذ منك الكهرباء حق بس دافع الضرائب بكرة بقول لك ما بدي تنفق ضرائبي على واجهات شهرية على مختلفتين نعم. الضريبة شكل والخدمات، وديش أكثر أحكي أكثر من الخدمات، بدي أحكي كمان حقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والعدالة والمساواة، وأنه هذا الوطن يجب أن يكون للجميع. وأنا طول عمره بقول أنا بلغ شعار الانتخاب كلمتين، الوطن للجميع. الوطن للجميع يعني بده يدفع ضريبة غصبا عنه وبده يأخذ خدمات غصبا عن الدولة، هيك في تعادل بين خدمة دافع الضريبة ومتلقي الخدمة. ولذلك هو العقد الاجتماعي اللي حكى عنه الرئيس، وهذا هو العقد الاجتماعي. أنا بأخذ منك لازم أعطيك مقابل هذه اللي أخذه منك، لأنه أنا بأخذ منك عشان أوزع عليك، وزع على الناس الأفقر منك بجوز أقل إشي، أنت أغنى منه، أنت بأخذ من الغني بعطي للفقير، هذا هو العدالة الاجتماعي. طيب لماذا كنا نشوف فارق بين الهتاف والغضب بين المحافظات وعمان؟ يعني الرابع كان حضاريا، المحافظات كانت أكثر غضبا. طبعا لا نقلل من دورهم ومن جهدهم للأمانة، ولكن في غضب، في أكثر من عامل. عامل المحافظات أكثر فقرا وأكثر معاناة نعم. اللي طلعوا على الدوار الثالث يعني خلينا أقول مديش أبالغ 40% منهم يعني مش بحاجة يفكروا بالضريبة، يعني غنى، يعني ناس والله من مفضل يعني، وهيك مجتمع الدنيا ما كانوش طالعين بطريقة انه هو بيفكر ايسن، مش بس بالضريبة يعني مش زي ما قال اخونا النائب مطلبين للتنفيذ القضائي، ناس رايقة وعندها مصاري يعني. لا ولا بحاجة لواحد التنفيذ القضائي. هذول المحافظات لها علاقة بالثقافة، لها علاقة بالمعرفة، لها علاقة بعدم الحس بالغبن. يعني هذا اللي طلع بجوز غبنه سياسي، مش غبنه مالي ولا غبنه ضريبي، في فرق. فلذلك تعامله حضاري، يعني مش عصبي، جاي مبسوط وكذا، جنس لطيف مرتب،
لذلك يعني في عوامل مختلفة. نعم. فالأرياف الصحيح يمكن أو خربوها لما رجعوا صاروا يرفعوا السقف، هذول يقول يا عمي مش هيك أنا. صحيح. الله يرحمونا. لما أجوا من الرابعة قالوا لنا يا عمي أنا مش هيك. قال يا عمي تصور واحد جاي معاه شبريته، فلذلك هذول المساكين لما شافوا الشبرية خافوا. فلذلك يعني أنا بعتقد تعرف أي مجتمع يعني مجتمع. هلا أنا بتذكر مرة بنتي بالويبدة ساكنة، كانت ساكنة بشميساني، فجاية بالليل على بيتها بالسيارة، بقول هاي مترين راس العين، لو اجت على دارها بالليل الساعة 11 ما بتقدر مش سايقة سيارتها، بقولوا ايه اعوذ بالله هذه ابصر شوفة على تركة. فيعني المجتمعات مختلفة بعمان ولكن يعني اليس هذا واجبا ان نرفع من المحافظة الان ان تعود؟ والله هذا بده 2000 سنة يعني متفكر تتفائلش كثير. لا يعني طبعا هاي مجتمعات مختلفة، يعني مجتمع القرية غير عن مجتمع المدينة الصغيرة، غير مجتمع العاصمة. هلا عمان الشرقية زي الغربية؟ لا. طيب أبو صالح، اليوم إحنا قايمين وأنت نقيب أطباء سابق، وأظن أنك آخر يعني موسم النقابات مجمع النقابات أبانا كان قائدا للحركات الشعبية والسياسية. اليوم ما الذي جرى في مجمع النقابات؟ هل عاد النقابات إلى الحضن الوطني؟ هل ساهم الإخوان المسلمين في حصر دور النقابات و إغلاقها وبالتالي استردت النقابات وعيها الوطني؟ يعني الجزء الأول أنا حضرت مهرجان أحمد، الأخ أحمد سمارة نقيب المهندسين. نعم. في المدينة الرياضية، وجيت قعدت يعني مع الناس العاديين، شافني فقال يا أخوان قبل الانتخابات بيوم، نعم، بدنا نعيد للنقابات ألقها السياسي والوطني ولا لا يا دكتور ممدوح، قدام كل اللي قاعدين. نعم. بمعنى إنه الشباب اللي طلعوا جديد بالنقابات الحقيقة شعورهم الوطني يوازي شعورهم المهني. يعني كان أول تقوقعت النقابات على المهنية، صحيح المهنية مهمة وهي أساس، لكن هاي مؤسسات مجتمع مدني بالدنيا كلها بتقوم بمظاهرات واعتصامات وتقود زي الأحزاب وأكثر. لذلك يعني أنا شاكر لمجمع النقابات اللي أعاد ألقوا الحقيقي وبعدين يا سيدي والله العظيم القلعة الديمقراطية بالأردن هي مجمع النقابات المهنية، لذلك لازم احنا نحافظ عليها. وشكرا للدولة الأردنية من زمان زمان وأيام الأحكام العرفية كانت تحافظ على القلعة، وأنا كنت نقيب أيام الأحكام العرفية. نعم. وكنا نساوي اللي ما بتساوى. احنا سوينا مسيرة العودة، نزلنا 100,000 مواطن على الغور في عزة بالتسعين لما كان الأحكام العرفية. لذلك أنا أقول أن مجمع النقابات المهنية والشباب اللي طلعوا هذول والله بغيران منهم، بفكر بتذكروني بشبابي، سعيد فيهم وبتمنى عليهم انه اطروا حالهم. يعني صحيح. ما بيصير ظلها فلتانه. التجربه المصريه اللي زي حكيت لك، لانه مش مؤطرين اللي اجوا على فسهل انه اجوا اخذوهم وقادوا قعدوا برا وركبوا على نتائجهم على الميدان على الميدان مساكين راحوا، هذا بعدين ولا حد يدري عنهم اخذوا اليوم الزبدة. اظن الشباب الاردني معني اطر حاله وقدم حاله. اطر حاله الشباب هالمجموعات، مش اطروا حالهم بتنظيم واحد او حزب واحد او مؤسسه واحده، باكثر من مؤسسه. لكن وخصوصا انه الان هم عايشين جو النجاح، والنجاح له يعني بغري بالنجاح اكثر، بالنجاح اكثر. نعم. بتمنى عليهم يأطروا نفسهم. ابو صالح، اليوم الخاسر الاكبر مجلس الامه وتحديدا مجلس النواب. نعم. هل تقر بذلك؟ هل توافق على ذلك؟ يعني مجلس النواب لم يكن له الدور الفعال في هذه العمليه، كانوا ينتظروا لما يجي القانون ويناقشوا. هلا يعني خلينا يعني نعذرهم، بسرعة الأمور صارت. يعني هم كانوا يستنوا لما تصير الدورة الاستثنائية ويناقشوا الموضوع، وقد يظهروا أنهم ضد هذا القانون ويدافعوا عن كل ما دار في الدول الرابعة. لكن يعني كان والحكمة بأثر الرجعي صعب، كان ممكن هم يدعوا لدورة استثنائية، هم يقودوا، لأنه المادة 82 من الدستور باء أو باثنين بيحق لنص النواب زاد واحد يدعوا دورة استثنائية ويستعجلوا. بعدين صار حكي، لما صار الحكي انه بدهم يساووا دوره استثنائيه باخر سبعه وبعد شهرين، لازم كان هاي الاشاره يلقطوها انه لا لازم نستعجل احنا اذا في قانون اجانا ضريبه الدخل. هلا على كل حال هذا القانون بالذات ممكن كانوا يرفضوه هم والاعيان، لانه صحيح الجو العام كان ضده، بس حتى قبل
كثير من النواب انا شفتهم اصدقاء واصحاب يعني قارين بدايات القانون كانوا رافضينه، بس قديش كانوا بيقدروا يصمدوا بالرفض كمجلس نواب ما بعرف، تاخروا شويه لكن دورهم الصحيح الشارع اخذه. الان الشارع بنادي باسقاط مجلس النواب وحله. ماشي ماشي ادعوا يا سيدي مش مشكله هاي. الان الشارع اخذ دور مجمع النقابات اللي هم دعوا اساسا. نعم. اخذوا دوره، لذلك يعني الشارع لما ينزل بأخذ دور كل الناس، الحكومة والنواب والنقابات والسياسيين. في حالة التعثر على رأي تروتسكي نظرية الاستبدال. في استبدال. الناس تستبدل. لن تقبل الناس أن تبقى كما هي. صحيح. الآن الناس استبدلت النواب، استبدلت النقابات. صحيح. اليوم هذا نظرية الاستبدال بدناش تتطور، بدنا تتطور يعني بالإطار. أنا قلت استبدل ساوي إطارك، لأنه بالنهاية أنت على رأسك. وهذيك في مؤسسة اسمها برلمان بالدستور، في مؤسسة اسمها نقابات بالقانون، هذه موجودة. انت ما بتقدر تأخذ دورها بالشكل الدائم، قد تأخذ دورها بفورة بثورة بفورة. لذلك الشباب اليوم بيقدروا يخلوا النواب يشتغلوا صح تحت وقع مراقبتهم وعينهم وأدائهم. بس مش على الشارع كل يوم. بس مش استبدل النواب حلو او استبدل على النواب، ما بتقدر. لا الان بدنا نراقب النواب، بدنا نراقب الحكومه. صحيح. بدنا نراقب. صحيح. هذه الرقابه الشعبيه كيف بتنصح يعني انت؟ اذا بدهم كبرة. ديمومه بيأطروا نفسهم. نعم. اذا ما أطروا نفسهم بيضلهم يعني ما بتمشي الامور، لانه بدك تأطر. طبعا طبعا. ماذا تقول لي الرئيس المكلف يعني؟ وأنا بعرف أنه يعني هو ضيف كان على مواجهة، هو من أبرز المتابعين يعني أنا يعني. أنا بقول له الله يعينك، يعني الظرف صعب، بدها يعني مجموعة شباب يلتفوا حواليك وأيضا تستشيرهم وترد عليهم، وان ما نشو ما بنفع يعني، الاستعراض شخصي ما مزبط. انت العمل الفريق صديقنا ما عندوش وين ما نشوف. انا بحكيش يعني انا ما بديش اقيمه هو كشخص. بس ده لا بحكي عن فكره شو بدك تنصحه. بنصح هاي بنصح انه الفريق هو اهم من وين ما نشوف. ولا وطبعا المنصب بغري، الناس كلها بتصفق وهذا تكبر براس الواحد مع الوقت. ترى ناسنا امرار بتجنن المسؤول طبعا. خلينا نلوم الناس. ولذلك وبعدين اهم شيء هو اللي حكيته انا خارج الصندوق يفكر فيه. نعم. هذه مهم. صحيح راح يلاقي صعوبات، كثير يلاقي صعوبات. يعني كانوا يقولوا بالمجلس الوزراء هو كان يسمع وأنا هاوش، يقولوا قانون المسؤولية الطبية. يا أخي يا عمي شو خص قانون المسؤولية الطبية؟ إذا ما بيجيش عندك مصري يتعالج، قال الأوروبيين ما بيجوا عندنا يتعالجوا لأنه ما في قانون مسؤولية طبية. ليش المصري مش جاي عليك؟ اللبناني مش جاي عليك، كيف بده يجي عندك؟ فلذلك بإحدى المقابلات قلت يا أخي والله بعد ما صار قانون المسؤولية الطبية هالسويديين والألمان بشارع الخالدي مليون وقاعدين بتعالجوا لأنه دروا أنه قانون المسؤولية الطبية. لازم رئيس الوزراء ما ينضحك عليه بهذه الشغلات، لازم يعرف حقيقة الأمور ويستشير أصحاب العلاقة. هل تنصحوا بأنه إما الولاية وإما الاستقالة؟ الاستقالة في جنب والولاية في جنب. بهذه الحدية لا بتزبط ولا إشي. أنا طلبت ولاية 30% لأني عارف الظروف الموضوعية، وما نضحك على بعضنا. يأخذ 30% بيقدر يخلق منها إشي جبار، وهو يعني خلينا أقول برقماتي يعني هو كمان مش حدي بطريقة إنه يعني يا لا لا. الولاية العامة هي أنك تأخذ المسؤولية على رقبتك أنت، مش تظلها على رقبة ناس آخرين. مش الولاية العامة بس إني أنا بدي أحكم، لا تتحمل المسؤولية أمام الناس. هذه الولاية العامة يعني. مع أبو صالح أنا شاكر هذه الاستجابة، شاكر هذا الحوار، شاكر هذه الصراحة أيضا يعني. ويعني كثير ناس ما بتعجباش الصراحة، ولكن دعونا نقول بصراحة السياحة، اسألوا أنفسكم لماذا تغادرون إلى تركيا وإلى أوروبا للسياحة؟ مش على دورنا، بأن السياحة ببلدنا يعني مقمطة، ومعلش نروح على بلدان ثانية نسوح بشرط وكت. سياحة سياحة، سهر وأشياء أخرى. واللي مش مصلحة بلد أنا مش يعني بلاش يعني نشوف، روح نشوفه قديش، ليش كل هالطيارات على عواصم مجاورة، ولماذا تركيا استنفذت قبرص التركية على قبرص التركية وعلى هذا. ما في داعي يعني نسيء لبعضنا. أشكر لكم حسن متابعتكم، أشكر لكم هذه المتابعة في رمضان، و ألقاكم بعد عطلة عيد الفطر السعيد. كل عام وأنتم بخير. شكرا لك. مع أبو صالح. الله يسعدك. شكرا.
بقى نسكر.